شي تدابير، وهادشي مازال حنا عاد في البدايه ديال واحد ندير واحد المسار، وهو مسار غادي يكون سعيد وطويل. وانا نرجع لواحد العدد ديال النقاط. سؤال واحد، واش هاد التدابير تتساهم باش نحسنوا الجوده؟ واش تتساهم باش نرفعوا من المستوى ديال الدراسه العموميه؟ باش كل المواطنين زعما كيلقاو واحد التعليم ديال الجوده ولا لا؟ ما نكونوش ناجحين فيها، ولكن إذا كنا متفقين عن الهدف من بعد الحلول كلها راه يمكننا نلقاوها ويمكننا نستقبلوا فيها. أنا بغيت نرجع أولا للسياق ديال هذا القانون. ننطلق من نموذج تنموي. نموذج تنموي داخل اللجنة من خلال كل اتصالات كل عمليات الإنسان اللي قام بها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كان موضوع واحد اللي بعد من المواضيع اللي هي عندها واحد كاين انتظارات وأهمية خاصة هي موضوع التنمية والتكوين موضوع التعليم بالنسبة للمواطن.